برزنتيشن موتور بحكم الابلكيشنز هو جدا مهم جدا مهم. مشكلتنا مع السنجل فيز اندكشن يعني الثري فيز كان اجمل شيء فيه شو هو؟ وكان شيء اجمل شيء في الثري فيز الفلكس الستارتنج تورك الستارتنج تورك هذا الستارتنج تورك Single-phase induction motors require just one power phase for its operation. Single-phase induction motor شو حقوله العبارة حكيها لأنه هو محتاج single-phase. ليش ندور single-phase لأنه كل البيوت اللي عنا single-phase. They are found in domestic as well as industrial use. Main components of single-phase motors are as follows. A rotor, which is the rotating part. هذا الروتر شو بيفرق عن الثري فيز؟ نفس الثري فيز اللهم ملفات الستيتر هم اللي بيغلونه. A stator winding, which is stationary, it has got two parts, one main winding and one auxiliary winding. ليش one main winding, one auxiliary winding؟ جمال الثري فيز اندكشن موتور شو كان؟ انه احنا عندنا pulsating flux, pulsating flux, pulsating flux اعطانا rotational flux. الآن بما إنه إحنا بنحكي عن single phase induction motor، تخيل معي هاي كلها ملفات A، شو يعني كلها هاي ملفات A؟ موزعة ساينوسويدا اللي زيها زي الملفات الـ A اللي هون صح؟ فبالتالي الفلكس اللي حيكون هون شو حيكون؟ pulsating، هذا الفلكس الـ pulsating بعملش بعملش starting torque، ليش بعملش starting torque؟ لأنه إحنا قلنا الـ starting torque من الـ rotational flux، فاكرين؟ مغناطيس جنب مغناطيس حرك الأول بتحرك الثاني. فمن البداية أول ما شبكناهم بشركة الكهرباء أعطونا روتيشنال فلكس. أما هذا شو أعطانا؟ بلسيتنج فلكس. هذا البلسيتنج فلكس شو مشكلتنا معه؟ بعملش انديوز فولتج بالروتر. ليش بعملش انديوز فولتج بالروتر؟ لأنه بقطعش خطوط المجال، كل كوندكتر عليه سيم فلكس. فلو إحنا حركنا هذا الروتر اللي موجود بالنص، إحنا حركنا أول ما نحركه، إذا إحنا حركنا كمان مرة، إحنا اللي حركنا مش هو تحرك. إذا إحنا حركنا شو حيصير؟ هلا الفلكس اللي موجود معنا شو حيساوي؟ الفلكس البلسيتنج رح يصير يقطع فيه خطوط مجال، لما يقطع فيه خطوط مجال شو حيصير على الروتر؟ induced voltage. بما إنه في induced voltage في إيش؟ current، في فلكس، فبالتالي شو في كمان؟ في torque من الفلكس اللي هون والفلكس اللي هون. فشو مشكلتنا إحنا؟ بس بدنا هيك نكشف إنه نحركه بعد هيك خلص هو بزور لحاله. تمام؟ عشان نتغلب على هاي المشكلة شو محتاجين احنا؟ نستخدم auxiliary winding. شو فكرة auxiliary winding؟ انه هاي عندي main field اللي كنا نشتغل عليه اللي انا شرحته قبل شوي. هذا المين فيلد فرضا هو فيز A، تعالوا نجيب auxiliary field جنبه. شو حيصير عندي؟ هذا فيز A وهذا فيز B. تمام؟ انحلت المشكلة ولا ما انحلتش؟ لا ما انحلتش المشكلة، ليش ما انحلتش المشكلة؟ هذا برل مع هذا. إذا الوايندنج اللي هون نفس الوايندنج اللي هون، الكرنت اللي هون والكرنت اللي هون شو حيكونوا؟ ان فيز مع بعض، فالفلكس اللي هون والفلكس اللي هون شو حيكونوا؟ ان فيز مع بعض، شو يعني؟ بالآخر هم وان فلكس، ما استفدناش. عشان نخلص من هاي المشكلة، شو بنعمل؟ بنخلي هذا بالأول اندكتيف زي ما هو مطلوب منه. شو يعني اندكتيف؟ مينلي هو صح R بلس جي إكس، بس الـ R سمول والإكس هاي. هذا اللي هون شو بنساوي؟ هو صح ملفات بس هو R بلس جي اكس ال. بنخلي ال R اكبر من ال X. فلو حبينا نرسم الكرنت اللي هون ونرسم الكرنت اللي هون، للمرة المليون ليش بندور على الكرنت؟ لأنه الكرنت هو الفلكس. صح؟ I اللي هون وI اللي هون حينتج عندي فاي اللي هون فاي اللي هون. فلو افترضنا انه هذا V فيز، هاي فولتية شركة الكهرباء، فولتية بيتنا اللي هو 220 فولت. الكرنت اللي هون حيكون لاجينج، يعني قديش؟ تقريبا 90 درجه، بس ما حيكون 90 درجه، هذا اي مين صح؟ الثاني شو حيكون؟ الاي اوكزيلياري شو حيكون؟ قريب على ال قريب هذا اي اوكزيلياري، واضح انه ريزيستيف
لاجنج اه لاجنج لانه اكيد مع اكس بس مش كثير لاجنج زي المين. ليش هذا الشيء صار عندي تو فلكسز بالاير جاب اللي هون تو فلكسز بالاير جاب اللي هون شو استفدنا من التو فلكسز اللي بالاير جاب اللي هون الفلكس اللي هون والفلكس اللي هون بيناتهم زاويه فشو راح يعمل بالسيتنج بالسيتنج شو راح يعطينا روتيشنال فلكس روتيشنال فلكس بسبب مين المين المين وايش كمان الاكزيلياري احتجنا اكزيلياري ساكت هاي الاكزيلياري ساكت بما انها ريزيستر لو ظلت معنا طول المده لو ظلت معنا طول المده شو حيصير تخيل معي انه لو لغينا الاكس بي سكوير بي فيز سكوير على ار اكزيلياري شو هاي لوسز طول الوقت شو هاي لوسز طول الوقت يعني فاتوره شركه الكهرباء بلاوي وغير هيك احنا ليش احتجنا الاكزيلياري بس علشان يفز الروتر صح احنا قلنا لو بدكش اكزيلياري لو بدكش اكزيلياري الغسالة زمان الحوض هاي كان شو تصير فيها تخرب لفها خلاص تمشي ليش لان الاكزيلياري مش شغال فالاكزيلياري احنا ليش احتجنا لحظه البدايه بعد لحظه البدايه مش لحظة البداية فترة البداية لحظة البداية يعني T plus T equal 0 plus فترة البداية لغاية ما قدر الموتور يتحرك هاي الفترة بعد هيك أنا محتاج الأكزيلياري وشو بساوي بقرر إني إيش أفصل الأكزيلياري ساركت ليش أفصل الأكزيلياري ساركت more lagging power factor مش إنها XL ما هو أصلاً بيعاني من low power factor أي إشي induction شو بيعاني من باور فاكتور فانا اخلي كمان اشي اكس غير انه لوسس بس هي مينلي عشان اللوسس بنضطر نشيل كيف بنشيل هاي تخيل معي نقيس السبيد وبعد ما نقيس السبيد نقرر نشيلها في مفتاح طرد مركزي هيك بنسميه اسمه سنترفيوجال سويتش هذا السنترفيوجال سويتش كيف نبدا عمله انت لو مسكت اشي بايدك وضليتك تحرك فيه تحرك فيه تحرك فيه واشي خفيف زي هيك ايدك بتوجعك ولا ما بتوجعك معقول يعني هالشغل اللي انت بذلته على عشان تحريك قلم زي هيك توجع ايدك ولا ليش ايدك توجعت بسبب قوة الطرد المركزي قوة الطرد المركزي عند كل لحظة ايدي في اشي بشدها لوين اتجاه القلم هيك نفس الشيء وانا اتحرك هون اشي بشدها هون عشان هيك ايدك بتوجعك هاي قوة الطرد المركزي تخيل معي انه جهازين او جزئين ميكانيكيين مربوطين مع بعض زي هيك يفترض بيناتهم قوة تماسك هاي قوة التماسك انا وياك بنقررها بحكم الوزن تاع هاي والوزن تاع هاي وقديش بيناتهم تماسك صح لكن اذا بلش هذا الشيء يدور تخيل معي هذا الجزء الاولاني هو اللي بدور شو يعني هو اللي بدور فيش مجال يفلت هو جزء من الشافت لكن الجزء الثاني اللي هون في مجال يفلت شو راح يصير كل ما زادت السبيد زادت قوة الطرد المركزي هاي قوة الطرد المركزي احنا معايرينها معايرة بحيث لو افترضنا انه السينكرونس سبيد هون 1000 ار بي ام مجازا 1000 ار بي ام لما يوصل 700 ار بي ام قوة الطرد المركزي اقوى من قوة التماسك اللي بيناتهم شو بيساوي بفصل بس تخافش مش راح يفلت بالهواء في اشي ماسكه فبس راح يعمل تك هاي التك اللي راح يعملها ببطل ان كونتاكت معها شو يعني ببطل ان كونتاكت بصير سويتش اوف بالاول شو كان سويتش اون بعد سبيد معينه احنا صممناه عندها شو بده يصير السويتش اوف وضحت ولا ما وضحتش كمان مره اي شيء بتماسك معه لو انا بدي احركه الجزء البراني بده يصير عليه قوه طرد مركزي اكثر من اللي جواني لان الجواني ماسكه عليه قوه طرد مركزي بس مش راح يقدر يفلت شيء لاح ملحم مش راح يهرب مني صح حكم الدوران يعني تخيل معي لو هاي القلم يعني نوعا ما انا هاي بلزقها بشيء بسيط وبلشت احرك بلشت احرك على لو سبيد هاي مش راح تفلت مني مش راح تفلت من القلم اللي ماسكه فيه بس على هاي سبيد هاي عليها قوه طرد مركزي شو يعني قوه طرد مركزي قوه طرد هيك شكلها هيك الفيكتور تاعها فبالتالي هذا كانه بيحاول يهرب او مجبر انه يهرب بقوه الطرد المركزي السنترفيوجال فورس هاي السنترفيوجال فورس راح تعمل فيه حتحاول انها تفلته بس احنا حاطين ابو هون او اي شيء هذا راح يمنع انه يهرب طب لو احنا حطينا شيء سوبر جلو ضعيف بحيث انه بعد سبيد معينه قوه الطرد المركزي اقوى من قوه التماسك اللي بيناتهم
مش هيك بعد سبيد معينة بده يفصل؟ واضح ولا مش واضح؟ فبالتالي الروتر نفسه يكون عليه سنترفيوجل سويتش بعد سبيد معينة. لو انت داهر جنب الموتور شو راح تسمع؟ تك. هاي التك شو هي؟ السويتش اللي هو السنترفيوجل سويتش اللي بنحكي عنه شو سوى؟ اوف. لما سوى اوف عزل السيركت هاي كلها. وضحت ولا طيب؟ كيف حيرجع؟ ما هو نرجع لو انا طفيته حيرجع لشو؟ للنورمال ستيت تاعته. ليش؟ لانه وزنه مش خفيف، يعني مش كثير خفيف، وبالتالي الوزن هو اللي راح يرجعه للنورمال ستيت تاعته. طيب كيف بده الفلكس ليف؟ الفلكس ليف بس قبل في نفس اللي شرحناه احنا المره الماضيه، انت عندك تو فلكسز، هذا فلكس وهذا فلكس ثاني. عند كل لحظه خذ الفلكس، عند كل لحظه خذ الفلكس الريزلتنت بيناتهم، تلاقيه نفس اللي احنا شرحناه. وفي على الدروب بوكس فيديو بوضح لك فيها اللي هو تو فيز سنجل فيز معي، نفس اللي شرحناه المره الماضيه بالانيميشن. نكمل. وين وقفتنا مع السنجل فيز اندكشن موتور؟ مجبرين نستخدمه. ليش مجبرين نستخدمه؟ كل لانه البيوت كلها اي سي، شو يعني كلها اي سي؟ يعني محتاجين اي سي موتور. شو الاي سي موتورز اللي قدامنا لغايه الان؟ الاندكشن. واضح الاندكشن انه ادفانتج ثاني غير الستارتنج. كنا نقول المره الماضيه اجمل ما في 3 فيز اندكشن موتور شو هو؟ الستارتنج تورك. طب هذا مش اجمل ما فيه؟ سنجل الستارتنج تورك راح، ما عندوش الستارتنج تورك. يعني لما نجي نرسم السبيد تورك كاركترستيك تاعته اللي برسم لي اياه بالامتحان زي هيك الكاركترستيك بسبب المين لحاله، شو راح اساوي؟ غلط. ليش غلط؟ لانه شو قال لي؟ عندي سبيد صفر في معاه تورك. انا شو كنت اشرح لكم؟ عندي سبيد صفر ما عندوش تورك، هاي الكاركترستيك تاعته. وضحت؟ فنرجع نقول النقطه الجميله الاولى خسرناها. طب ليش ماسكين فيه السبيد فيز اندكشن ما دام معهوش ستارتنج؟ أولاً هاي الأشياء من الستارتنج حلي لها. طب ماشي، ليش ضل كويس؟ لأنه الاندكشن موتور بدوش مينتنس. الآن ورطنا في إيش؟ بالسنترفيوجل سويتش. هذا ميكانيك. إحنا ليش بنحبهم الجماعة في الميكانيك؟ بنحبهم بس نحكي مجازاً. ليش بنخاف منهم جماعة الميكانيك؟ أي شيء ميكانيك يعني احتكاك، أي شيء احتكاك يعني مينتنس. جماعة الميكانيك كثير عندهم مينتنس. زمان كان عندنا السكورل كيج. ليش السكورل كيج ممتاز كثير؟ مستحيل يخرب، صح؟ فبالتالي يعني مش محتاج صيانه، فشيء جميل. اما الان احنا شو ورطتنا مع صح اندكشن بس السنترفيوجل سويتش هذا ممكن يخرب. واضح؟ حنفكر كمان شوي كيف نخلص. اول تفكير فكرنا فيه انه احنا عملنا سبليتنج للكرنت، بدل ما الكرنت كله ماشي ب1 فيز شو صار ماشي ب2 فيز، بس مش تو فيز بمعنى 90 درجة، لا مفيش مجال 90 درجة، وأحسن أحوالنا هاي 60 درجة. هاي السكيم اللي احنا بنحكي عنها شو بنسميها؟ سبليت فيز سنجل فيز اندكشن موتور. سبليت فيز سنجل فيز اندكشن موتور. هذا السبليت فيز من اسمه احنا اخذناه اندكشن موتور بس هو سنجل فيز. وبعد هيك شو عملنا؟ سبليتنج عن طريق مين؟ اوكزيلياري وان. اعلى فلكس حصلناه كم كانت زاويته؟ 60 درجه. احنا يفترض اعلى تورك، لما الزاويه بتكون 90 درجه. 90 درجه مر معكم هذا الشيء؟ متى على ايش اللي كروسرود؟ 90 درجة ساين مش الكروس ساين؟ طيب ليش ما بتستعمل ريليز؟ لا تخافش، جديد مش موجود السنترفيوجر سويتش، او غالبا مش موجود. بالزمان ما كانش الباور الكترونكس شغال كويس، فكنا دائما نلجا لاشياء ميكانيك اكثر من انه كهرباء. بس حاليا مش محتاجين، في انكودنج وفي كل شيء بنحله بدون سنترفيوجر سويتش. طيب ما خلصنا. لو كالعادة أهم شيء في أي موتور السبيد تورك كاركترستيك. لو حبينا نرسم السبيد تورك كاركترستيك
عندنا تو كاركترستكس. الكاركترستك الاولى للمين وايندينج. المين وايندينج هاي الكاركترستك تاعتها. والكاركترستك الثانيه تاعت مين؟ مين اند اوكسيلري. هاي بالنسبه لنا مين ما مين اوكسيلري حتكون هيك شكل السبيشلز مع ستارتنج تورك. مين اند اوكسيلري شو حتكون؟ من عند الزيري مع هالستارتنج تورك. شو قررنا؟ بعد سبيد معينة، بعد سبيد معينة هاي ان سويتشنج. هاي الان سويتشنج قررنا نلغي مين؟ الزيري واحد. فاحنا في البداية اشتغلنا على هاي الكاركترستيك، اشتغلنا على هاي الكاركترستيك لغاية مين؟ سويتشنج سبيد احنا قررناها 70-80% من مين؟ من السينكرونس. بعد ما قررناها فصلناها، فاي كاركترستيك راح نشتغل على هاي الكاركترستيك. صعب هذا الشيء؟ هاي شو معناتها؟ نحن انتقلنا من كاركترستيك لكاركترستيك. كنا زمان في تو بارلل سيركتس اللي هي المين والاكزيلري. حاليا هون في الاوبريتنج ريجن. هاي الستارتنج ريجن وهاي الاوبريتنج ريجن. في الاوبريتنج ريجن كم كاركترستيك معنا؟ 1 كاركترستيك تاعت مين؟ تاعت المين. واضح؟ طيب شو مشكلتنا مع هاي مع هذا السوليوشن؟ مشكلتنا مع هذا السوليوشن انه ما بعطينا ستارتنج تورك عالي. ليش؟ لانه قلنا اقصى شيء 60 درجه. عشان نحصل شيء اعلى من 60 درجه شو تتوقع الخيار اللي قدامنا؟ نضيف كاباستر عشان نزيد الار. ليش مش خيار منطقي؟ نزيد الار لوسز بس مش هون تفكير. ما هي ستارتنج وراحت. شو زياده الار على حساب ال ال؟ شو يعني حساب ال ال؟ دي ضعف الفلكس. ما احنا بدنا اياها عشان تعطينا فلكس، صح؟ مش بس ار ويمشي. واضح؟ فعشان هيك شو نفكر بكراستر. فنرجع نرسم المين وايندينج. هيها شو راح نكمل بالاكزيلري وايندينج؟ عندنا سنترفيوجال سويتش. شو عندنا؟ ار وال وهي سي. ليش ضفنا الكراستر؟ على اساس انه ممكن هاي الفيزر دياجرام عندنا في فيز. قررنا انه عندنا اي مين في مجال يكون الاي اوكسيلياري. شو ماله بيناتهم؟ كم؟ 90 درجه. في مجال نزيد الزاويه قد ما يعني نوعا ما حسب ما بدنا. وبعد سبيد معينه شو راح نعمل؟ هذا الديستربنس اكيد له تاثير، صح؟ بس هذا يفترض احنا قادرين نسيطر عليه، انه جزء من النورمال ديستربنس اللي بتحمله الموتور. شوفوا الفلاش ضابط كل الفيديوهات، كل اللينكات اللي عندي غلط. ها الفلاش ضابط كانت مع الطلاب امبارح. طيب نرجع. لو حبينا نرسم السبيد تورك كاركترستيك، زمان كان عندنا مين لحالها. شو ضفنا؟ الاكزيلري كمان مره. لما ضفنا الاكزيلري كمان مره يفترض انه الستارتنج تورك زاد. شو اللي عرفنا انه الستارتنج تورك زاد؟ موجود الكباستر. فنفس الحركه حنضمها على المين زائد الاكزيلري، مين زائد الاكزيلري، مين زائد الاكزيلري لغايه مين؟ لحظه السويتشنج، وبعدين نكمل على مين لحالها. وين راح تكون الاوبريتنج بوينت؟ فرضا كالعاده كان لود. هاي بالنسبه لنا الاوبريتنج بوينت. في شيء صعب؟ ايش التغيير بين هاي وهاي؟ الستارتنج تورك اعلى. وشو كمان؟ انه في عندنا كباستر. طيب بما انه انت قررت تستخدم كباستر، ليش ما نخليه الكباستر موجود؟ ليش نخليه الكباستر موجود؟ ما هو هذا الموتور بيعاني من شو؟ باور فاكتور. خلص الستارتنج تورك حلينا، صح؟ فخلي الكباستر موجود. شو بعمل؟ بحسن الباور فاكتور تاع هيك موتر. في شيء منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي. فراح نحاول نروح هذا. شو اسمه هذا الكباستر؟ ستارت سنجل فيز اندكشن.
في نوع ثالث شو بدنا نسميه؟ كاباستر ستارت كاباستر رن. يعني لو هذا المين وايندينج ما اختلفناش معكم فيها وعندنا الاكزيلري وايندينج، هاي الاكزيلري وايندينج في كويل تاع الاكزيلري وعندنا تو كاباسترز. هاي التو كاباسترز ليش موجودين في البداية؟ هم بارالل بالبداية، هم بارالل. شو يعني؟ سي إيكوفالنت اللي انت شايفها هتكون اعلى ولا اقل؟ اعلى بالاول، بالاول اعلى، ولو فصلنا واحد منهم هتصير اقل، مظبوط ولا لا؟ فاحنا في البداية بدنا هاي سي. ليش بدنا هاي سي في البداية؟ على اساس بدنا هاي سي. هاي معناته ايش؟ بيتر باور فاكتور. بعد هيك بدنا نحسن تي ستارتنج. طيب بعد هيك شو بدنا؟ بدنا نحسن الباور فاكتور. الباور فاكتور عايش بيعتمد على الاكس سي. الاكس سي شو هي؟ واحد على اوميجا سي. يعني هاي سي لو اكس سي، لو اكس سي يعني لوور باور فاكتور. فبالرننج، بالرننج احنا شو محتاجين؟ لو سي. لو سي عشان هيك شو بنساوي؟ بنفصل احدهم. فبالبدايه الاثنين شغالين وبالرننج بس واحد اللي شغال. ليش بس واحد؟ لانه واحد اقل من اثنين، لانه هذول بارلل. بارلل كباستر، بس للتاكيد الكباستر البارلل شو نجمعهم جمع صح؟ فبالبدايه الاثنين شغالين وبعد هيك واحد بس اللي شغال. تمام؟ مش بعدين رح تنفصل اصلا الزلال؟ لا ما بدنا نفصل كل الزلال. شو قررنا احنا؟ ولا ماشي موجود الكباستر موجود والزلال سيركت موجود، ما نحسن الباور فاكتور تاع الموتور كله. تفضل. هذا هو الرننج ولا ما ينتقل من الكاركترستيك؟ الرننج يعني للسيد ستيج، انه بعد ما عدينا للترانزيت، بعد ما عدينا للترانزيت. ها؟ يعني شغلنا انه كنت نفس ماشي، بس احنا عندنا يفترض، يفترض انه حلينا المشكله. كيف حلينا المشكله؟ انت مش محتاج يكون هذا بيور ريزيستيف او قريب على الريزستر. ليش مش محتاج انه يكون قريب على الريزستر؟ احنا ليش فكرنا بالريزستر؟ عشان نعمل سبليت بين هذا وهذا. وجود الكباستر هيك هيك بده يعمل سبليت صح. فانت مش محتاج انه يكون هذا هايلي ريزستر صح ولا لا؟ وهذا كله بالاخر هون رياكتيف باور. شو يعني رياكتيف باور؟ مش ريال باور لوسز. طب تخيل معي انها تكون كباستر، فرضا تكون كباستر، شو يعني؟ تحسن البرفورمانس. مين؟ الرننج مش الستارتنج. الستارتنج شو بدنا؟ هاي سي. عشان بدنا بالرننج هاي اكس سي شو بنساوي؟ نفصل كباستر. طب احنا ليش بنتوقف جواب عشان هالسويتش؟ شو رايك بنلغي؟ نجيب واحده بنص صح. فشو بصير؟ هذا قبل ما نلغيه هذا شو اسمه؟ هذاك كان كباستر ستارت. هذا شو حيكون؟ كباستر ستارت كباستر رن سنجل فيز اندكشن مود. كم حرف صار؟ ليش ما نستخدم variable؟ ممكن نستخدم variable كباسترة. كان وأنا طالب سويت بحث أنا ودكتوري فيه ودكتور موفق قال لي كيف نستخدم variable كباسترة بالباور ليك ما كنا نحل المشكلة لما كنت سنة خامسة زي كده. دكتور طب كيف رسمته؟ رسمه يعني يكون نفس الرسم صح؟ خلينا هذا شو اسمه؟ كباسترة كباسترة. شو ميزته عن هذاك؟ هاي ستارتنج تورك، هاي ستارتنج تورك. فلو حبينا نرسمه حيطلع معنا شكله يعني نفس هاي الرسمه بس الستارتنج تورك حيزيد اعلى صح؟ على نفس الكيرف، على نفس الكيرف تقريبا. واضح؟ طيب حنجيب كباستر بالنص ونختاره. شو هذا الكباستر؟ كويس للستارتنج وكويس للرننج، بس بالمقابل شو خلصنا؟ من جماعة من السنترفيجر سويتش. ليش خلصنا؟ ليش بندور نخلص من السنترفيجر سويتش؟ عشان ما نحتاج مينتنس ماشي؟ بس بالمقابل حصلنا ستارتنج تورك جاي ان بتوين وباور فاكتور برضه جاي ان بتوين، شو ماله؟ كله كل شيء ممتاز صح؟ فشو بده يكون اسمه؟ هذا صمت
بس تران برمت برمت كباستر سينجل فيز اندكشن مود لانه كباستر دائم متى بنحتاج الكباستر الدائم؟ طب معلش نرسم الكاركترستيك تاعته شو راح نرسم الكاركترستيك في البدايه هاي المين وهاي تاعت مين وحده جايه ان بتوين تاعت الايش مين اند اوكسيلري هنضلنا هيك لغايه السويتشنج وشو نساوي بالضبط هذا اللي انا بدي اياه في الامتحان الامتحان لما بجيب هيك سؤال مشكلتي مع الطلاب شو بيساووا حافظينها هاي الرسمه لازم تيجي بالامتحان هاي السويتشنج لازم تظهر معي هلا في سويتشنج ما فيش سويتش فدائما شغالين احنا على هاي الكاركترز حتى الدكتور بالقبليه صح انت كمان لا فيش كباستر ستارت كباستر رن في بس ما حننتقل على الكاركترستيك تاعت المين ننتقل على الكاركترستيك تاني اللي هي شيء زي هيك تمام في مجال عندنا بي دي اف فايل على الدروب بوكس عندنا اسمه سنجل فيز اندكشن موتور سنجل فيز اندكشن موتور في اكثر من فيجر كل فيجر منهم عليه دولار ساين عليه دولار ساين هذا الفيجرز اللي عليهم دولار ساين ضروري تفهمهم لانه بالامتحان يا بطلب منك ترسم واحد منهم يا بسالك عنهم يعني زي ما احنا حكينا هون بسالك عن السويتشنج سبيد في سويتشنج سبيد ما فيش سويتشنج سبيد بسالك انه ارسم الكاركترستيك هاي او الكاركترستيك هاي بسالك الستارتنج تورك هون الستارتنج تورك هون الستارتنج تورك هون الماكسيمم انجل بالسبليت فيز بالسبليت فيز سنجل فيز اندكشن موتور كل هاي شغلات ممكن اسالك عنها بس كل شيء موجود وين بالفيجرز اللي عليهم الدولار ساين ماشي فهيك بنكون احنا خلصنا السنجل فيز اندكشن موتور شو ضل نشرح بخصوصه كيف نطلع البارامترز تاعته الايكوفالنت سيركت تاعته زي ما تعلمنا تماما بمين بالثري فيز احنا اصلا الثري فيز اندكشن موتور كنا نطلع البير فيز الايكوفالنت سيركت تمام غالبا انسى سنترفيوجن سويتش اكثر شيء بيخرب فيه مين هو الكباستر فبس تخرب الغساله اللي عندك بالبيت شو بده بده المكثف مكثف مش كباستر بده المكثف تزبط معك الامور ان شاء الله تمام تفضل سميت الكاركترستيك موجوده هون صح في المين اللي نزلنا عن السويتش صح لو كان اللود بين لا ما فيش لود بين احنا دائما اللود هون صح مش هاي قلنا الستيبل ريجن هاي اللي بنشتغل فيها ما بنشتغلش في الستيبل ريجن صح يعني فيش قبل السويتش ما فيش بعد التي ماكس قبل التي ماكس لا ضروري تحضر الفيديو اللي نزلناه بدل محاضره الاثنين الماضي لانه هاي النقاط فصلتها بطريقه ممله يعني حتنام وانت تحضر فيهم ماشي انا بعطيكم خيار ليوم الثلاثاء القادم اي مشكله بالفيديو بتمر عليك شيء ما فهمتوش بالفيديو بتمر عليك بعد الثلاثاء القادم ما حرد احد طيب نكمل الفيديو Auxiliary winding is placed perpendicular to the main winding. A capacitor is. المين والاكسلري عموديين على بعض شو يعني عموديين على بعض يعني 90 درجه شفتد بالوين بالسبيس بس نبدي التنبيه ما حد حكى انه ملفات A هون المين هون والاكسلري هون او العكس شو قلنا احنا موزعات ملفات المين وموزعات ملفات الاكسلري بس توزيعهم شو قالوا 90 درجه Let's assume there is only one coil in main and auxiliary winding to understand its working better. Assume no current is flowing through auxiliary winding. AC current passing through main winding will produce a fluctuating magnetic field. Working a single phase induction motor is simple. Just put one rotor, which is already rotating, inside such a magnetic field. You can note one interesting thing. The rotor will keep on rotating in the same direction. The reason is as follows. The fluctuating field is equivalent to sum of two oppositely rotating magnetic fields.
ايش اللي بحكي فيه الكتاب؟ كاركترستيك هاي انا ممكن نتخيلها انها الكاركترستيك بتاعت هاي ناقص الكاركترستيك بتاعت هاي. بلحظة الستارتنج كأنه في دو فلكسز عكس بعض. انسى ان انا حاطهم انه هاي الاسم مش نفس هاي الاسم، بس لو كانوا زي بعض الصميشن تاعهم شو حيكون؟ صفر. هذا التعبير ماث، لأن الأصل عندنا شو؟ ون فلكس. هذا الفلكس شو ماله؟ ظل سيتنج. عشان نمثل لك اياه، مش هو عندنا فلكس هيك وفلكس هيك، واحد يعني مرة موجب هون مرة موجب هون، فالماث ممكن نخلي هذا وحده وهذا وحده، فكأنه فلكس بدور هيك وفلكس بدور العكس. التو فلكسز بدوروا بالعكس، شو راح يعطوه؟ تو توكس عكس بعض في لحظة الستارتنج. فشو راح يصير معي؟ النت فلكس ات ستارتنج شو حيكون؟ زيرو. بس بعد هيك احدهما، لانه هاي الكاركترستيك تاعت اي اندكشن صح؟ مش هاي الكاركترستيك تاعت اي اندكشن؟ الكاركترستيك او الفاليو انت ستارتنج مش نفس الفاليو بعد هيك، فبالتالي واحد منهم حيبلش يموت وواحد منهم شو حيبلش؟ يكبر. فايش معناته؟ الدفرنس اللي بيناتهم حيبطل زيرو. فالدبل ريفولفينج ثيوري اللي بحكي عنها بتفسر لنا ليش احنا بالستارتنج ما عندناش فلكس، ما عندناش توك، وبعد هيك شو بصير؟ بصير في توك. فاذا تجنبنا هاي المنطقه شو معناته؟ خلص معنى الصميشن بين هاي وهاي اكيد بيزدف، لانه قلنا اللي فوق بيمو واللي تحت بيموت. وضحت؟ طيب نكمل. Since magnetic field is varying, electricity is induced in rotor bars due to electromagnetic induction. So here's a situation of current carrying bars are immersed in magnetic field. This will produce a force according to Lorentz law, so rotor will start rotating. But here we have got two such oppositely rotating magnetic fields, so torques produced by them will be equal and opposite. Net effect will be zero torque on rotor. So rotor won't start, it will simply buzz. But if we can somehow give this rotor an initial rotation, one torque will be greater than other. There will be a net torque in same direction of initial rotation. As a result, the loop will keep on rotating in the same direction. This is the way single phase induction motors work. الرسم اللي حكيناه قبل شوي، تخيل معي احنا رسمنا واحدة زي هيك صح؟ شو رسمنا؟ واحدة زي هيك نفس الغلطة. انا مضطر ايش اسوي؟ اغير هذا بيكون بالنص، هذا بالنص زي ما كانت بالنص. ماشي، تخيل معي تقولنا كيف ما انت حركته هو بتحرك. لو كانت هاي كلوكوايز وهاي كاونتر كلوكوايز، مش هون السبيد شان اوميجا وهنا تورك، هنا حركناه بسبيد موجبه وهنا حركناه بسبيد سالبه. انت ان هنا حركته بسبيد هاي بالنسبه غالبا الكاونتر كلوكوايز بوزيتيف، وهاي حركناه مثلا بنيجاتيف. لو حركناه كلوكوايز احنا دعمنا مين؟ هاي دعمنا هاي الكومبوننت، فراح يضل يدور هون. لو حركناه بالعكس دعمنا مين؟ هاي الكومبوننت، حيضل شغال هون، سواء اشتغل هون او اشتغل هون. هو موتور، ليش؟ شو عرفنا انه موتور؟ الباور هي اللي بتحدد لنا موتور ولا جنريتر. تورك وسبيد الاثنين موجبات، بالتالي الباور شو معناها؟ موجب يعني كونسيوم، لان احنا بنرسمه على اساس انه موتور. هون صوت السبيد والتورك شو مالهم؟ نيجاتيف، فالضرب هم اللي هو الباور شو اللي يطلع؟ بوزيتيف.
فبالتالي سواء اشتغل هون او اشتغل هون، شو اللي يخليه يشتغل هون او يشتغل هون؟ حسب انت لففته هيك ولا لففته بالعكس. صعبة؟ مش واضحة، اقول لي باي بس قول لي. طيب الورطة شو هي؟ الفيديو شو قاعد بحكي لك؟ انت بس تجيب روتر بيدور وركبه بالايركاب ولحاله بيكمل لف. طب صالح، لو انا جبته بدور بهذا الاتجاه او جبته بدور بهذا الاتجاه، هل فعليا راح يشتغل ولا ما راح يشتغل؟ معي ولا مش معي؟ هذا القلم انا بلفه هيك ولا بلفه بالعكس؟ شو حيصير فيه؟ احنا قلنا حسب الدبل ريفولفينج ثيوري، هاي شو عندنا؟ هاي الكاركترستيك وهاي الكاركترستيك. قلنا في لحظة الستارتنج، في لحظة الستارتنج كم السميشن للتوركس؟ زيرو. عشان هيك شو قال لك؟ بس بس مكانه بتحركش. طب الآن شو اللي بصير عندنا؟ نعطيه تورك باتجاه معين، يا سبيد موجبة يا سبيد سالبة. إذا إحنا حركنا فرضاً، هاي كانت بالنسبة لنا البوزيتيف سبيد. شو يعني البوزيتيف سبيد؟ إحنا هيك حركنا، مش السبيد يا هيك يا هيك، واحدة موجبة واحدة سالبة. فلو حركنا مع هاي الكاركترستيك، احنا نقلنا من هاي النقطة لهاي النقطة. بأي حكم شو؟ انه احنا نقلنا من هاي السبيد لهاي السبيد. فبالتالي احد الكاركترستيك راح ندعمها لانها زادت، واحد الكاركترستيك راح نضعفها لانها قلت. قلت ولا ما قلتش؟ فالكلوك وايز او الكاونتر كلوك وايز، واحدة منهم دعمناها واحدة ضعفناها، بالتالي اشتغلنا مع هاي الكاركترستيك. لو كنت انا بنففه بالعكس، شو معنات بالعكس؟ دعمت مين؟ اللي مع النيجاتيف سبيد اللي هاي، واضعفت مين؟ هاي. فبالتالي وين حيدور؟ في الربع اللي هون، الربع اللي هون، الربع اللي هون. موتور ولا مش موتور؟ موتور. هو دايركشن، انت هون شايف السبيد موجبة وهنا شايف السبيد سالبة، بس بالاخر عشان اعرف انه موتور ولا جنريتور شو بيهمني؟ الباور. هل هون بيستهلك؟ اكيد بيستهلك. هل هون بيستهلك؟ اكيد بيستهلك. موتور تمام؟ فهاي الموتور وهاي الموتور. بس اللهم كيف واحد بتطلع هيك موجب واحد هيك بتطلع هيك موجب، شو فرقت معه؟ على الجهتين بيضل الموتور موتور صح؟ صح؟ نعم. بس لو عكسنا توصيلته كان بيجريت العكس؟ لا لا مش عارف. ذاك بالدي سي فيلتا، بالدي سي مش في الاس. But one big problem remains: how to provide such an initial rotation. Nikola Tesla, a famous Yugoslav inventor, suggested one ingenious solution to this problem. If we can cancel any of the rotating fields, we will be able to start the motor. The auxiliary winding come capacitor arrangement is used exactly for this purpose. Auxiliary winding also produces two oppositely revolving magnetic fields. One of them will cancel RMF of main winding and the other will get added up. The resultant will be a single magnetic field. شو تعني وجود الكاباستر؟ راح يدعم واحد من الريفولفينج فلكسز واكيد راح يضعف الثاني. فبالتالي شو يعني؟ راح يصير عندنا ستارتنج توك تمام؟ يعني عند الستارتنج حيبطل السميشن تاعه شو such a magnetic field can give starting torque to the rotor or the motor will self start. After the rotor has attained a specific speed, even if you cut the auxiliary winding, it will keep on rotating as explained earlier. This cutting action is done through a centrifugal switch. That's all about working of single phase motors. Thank you. في حد عنده أي استفسار على الاندكشن موتور؟ Of the power generation industry. What's the name? Alternator. Alternator. The name of the synchronous generator.
تمام؟ فهيك ضل عندنا two chapters شو هما؟ sequence generator و sequence motor. إن شاء الله الأسبوع الجاي بنخلص sequence generator بدون حل examples. حل examples بحلهم بالبيت. sequence generator شو اسمه؟ alternator. ليش اسمه alternator؟ كمان شوي حنشوف. شو بفرق عن الاندكشن؟ بفرق شيء. بس الميزة اللي كانت في الاندكشن مش في الستيتر. وين كانت؟ ان الروتر اي سي. طب تخيل معي، تخيل معي لو كان الروتر دي سي. لو كان الروتر دي سي شو حيصير معنا؟ اول شيء راح يختفي معنا شو هو؟ الفلكس. الو فلكس. تغذر على اللوب دي سي. الروتر الستيتر ضل زي ما هو. الستيتر ولا بتميزه اندكشن ولا سينكرونس، فيش تمييز. الفلكس تاع الروتر راح يختفي. لا في مشدود. في فلكس. في دي سي سيركت وسلك. بعت فلكس ولا بعت سوم؟ بيعكس. ايش اللي راح يهتر في السينكرونس؟ كيف؟ بيقدر يصير يدور بالسينكرونس سبيد. تمام، كلمة بيقدر يدور بالسينكرونس سبيد، معناته شو اللي راح يختفي؟ السليب. السليب. ليش كان عندنا سليب بالاندكشن؟ لأنه في اي سي كارنت في الروتر، ها ولا لا؟ طولنا عليها لما عصبنا على الإقضاء؟ ها؟ نازل الإقضاء ليش عصبنا عليه؟ ذاكرين ولا مش ذاكرين؟ فالسليب اللي كان موجود معنا بسبب الاي سي كارنت اللي بالروتر انتهى تماما. نرجع مبدا شو قلنا هون، اذا في فلكس بيدور بالسينكرونس سبيد، الفلكس الثاني شو بده يدور؟ بنفس السبيد. فتخيل معي انا احرك الروتر بالسينكرونس سبيد، شو حيصير في انديوز كارنت هون؟ انديوز فولتج بالتالي كارنت بنفس الفريكونسي. واضح؟ الفلكس اللي هون اسرع من اللي انتجه ولا بنفس سرعته؟ بنفس سرعته لانه دي سي صح؟ فبالتالي مبداه حيكون سينكرونس. ليش سينكرونس؟ الروتر الفلكس تاع الروتر الفلكس تاع الستيتور باي سرعه كلياتهم بدوروا؟ 120 اف على بي. تمام؟ عشان هيك شو اسمه؟ سينكرونس. الترنيتر كمان شوي، بس هو الترنيتر شو يعني؟ سينكرونس موتور؟ لا شو؟ سينكرونس جنريتر. تعال لا في انديوز فولتج، في انديوز فولتج هسه بنشوفه. طلع معي لو نشرحها جنريتر زي ما هو الفيديو معها، هذا اللي هون وهذا اللي هون وهذا اللي هون، ليش بده يصير عليهم انديوز فولتج؟ لو حركنا الفلكس، حركنا النورث والساوث بسبيد معين ب 10 هرتز، راح يقطع هذا ب 10 هرتز. كيف يقطع؟ ذاك لما كنت واقف هون وقلنا واحد بتحرك بشوف الثاني كل فترة. تعال نشوف هاي قمة النورث اللي هون كانت في فترة، هايها هون كانت هون في فترة معينة، بعد سايكل كاملة حترد ترجع. شو يعني بعد سايكل كاملة حترد ترجع؟ يعني هذا الكوندكتر اللي هون شو راح تصير فيه؟ تغير بالفلكس. شو يعني تغير بالفلكس؟ ريديوس فولت بأي فريكونسي؟ قديش بده يرجع له كمان مرة؟ يعني كم السايكل؟ 10 هرتز. فبعد 10 هرتز حيرجع لنفس البيك اللي كان عليه أو نفس البوينت اللي كانت عليه. احنا قلنا البيريد شو هي؟ اختار أي نقطة وشوف متى بتتكرر. هاي النقطة بتتكرر. فاحنا مثلا قلنا البيك تاع النورث بعد 10 هرتز رجع لي اللي هي 1 على 10 تمام؟ اللي هي 1.1 سكند. ولا لا؟ احنا بنحرك الروتر، ما احنا جنريتر. شو يعني جنريتر؟ نوصله بشركة الكهرباء ونقول له الروتر اتحرك، هذا شو اسمه؟ موتور. صح؟ احنا بدنا نحرك الروتر. اذا انا حركته ب 10 هرتز، يعني احنا نتخيلها مجازا، انا اللي بولد كهرباء للجامعة، ايدي الصبح تمام بحرك الروتر ب 50 هرتز، كهرباء الجامعة كم؟ 50 هرتز. تعبت صرت احرك ب 40 هرتز، شو الكهرباء اللي حتوصلكم؟ 40 هرتز. تعبت اكثر، اخر دوام حتوصلكم 5 هرتز، صح ولا لا؟ بس مين السبب؟ انه هذا دار بسرعه، هاي السرعه صارت انديوست هون، فقلنا الفريكونسي انتقلت من هون لهون نفسها، فكله نفس الفريكونسي. شو يعني كله نفس الفريكونسي؟ سينكرونس. شو يعني سينكرونس؟ تزامن. تزامن، كل شيء بنفس الزمن. ليش؟ سليب. مين اللي كان معاه سليب؟ الاسينكرونس. مين الاسينكرونس؟
الاندكشن. فكلمة اندكشن ولا اسينكرونس نفس الكلمة ها؟ صح ولا لا؟ اخذتوها باللوجيك ديزاين؟ كل شيء. طيب نكمل. It is capable to generate AC power at a specified frequency. It is also called a synchronous generator. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. To generate electricity in a coil, either the coil should rotate with respect to magnetic field, or a magnetic field should rotate with respect to the coil. النقطة اللي بحكي فيها بال two sides. شو اسمه؟ وضع لنا جواب ديا. relative. أيوة. relative. إيش؟ velocity. لا كلام. إحنا ما بهمنا مين بتحرك ومين ثابت. إحنا بدنا relative speed بين مين ومين؟ v l. عشان البرنسب اللي اشتغلنا عليه من البداية. إذا في relative speed بين الflux والconductor. خلاص في induced voltage. صح ولا لا؟ فسواء نرجع بس شوي بالفيديو. الحالة الأولى should rotate with the coil should rotate with respect to magnetic field. North with south ثابتين وبتحركوش. مين اللي بتحرك؟ الكوندكتر. بذكركم بمين؟ بالدي سي جنريتر. صح؟ مش هيك كان عندنا نورث وساوث؟ مش هيك كنا نرسمه؟ كان عندنا نورث وساوث بتحركوش. النورث والساوث وفي كوندكتر هون شو بيساوي؟ بتحرك. لما بتحرك هذا شو بيصير عندي؟ جنريتر برنسبل. صح ولا لا؟ مش هيك احنا حكينا؟ فبالتالي ما بيهمنيش مين الثالث. الان تعالوا نشوف شو اللي راح يصير معنا. كوندكتر ساعات ستيتر magnetic field should rotate with respect to the coil. ليش الماجنتيك فيلد بده يدور؟ تخيل معي احنا شو قلنا؟ هاي النورث والساوث اللي حكينا عنهم قبل شوي، فاهمين؟ هاي النورث وهي الساوث، حركناهم بحكم مين؟ تحريك البرايم اوفر. مش في عندنا سورس اوف ميكانيكال باور؟ هذا السورس اوف ميكانيكال باور حنشوف كمان يمكن اليوم يمكن المحاضره الجايه، انه هذا السورس اوف ميكانيكال باور وين موجود؟ على الشافت اللي هو التيرباين. التيرباين بس بلش الشافت بس بلش يدور، الروتر بس بلش يدور، جوا الروتر شو في؟ أقطاب نورث وساوث. شو صار معي؟ النورث والساوث صار يدور، دورانهم ما له علاقة بالكهرباء، دورانهم من وين؟ من جماعة الميكانيك لما حركوه. كيف أجا هيك؟ إن شاء الله في الباور كنترول. الآن شو اللي عندنا؟ عندنا فلكسو بيدور، جبنا له ستيتور. هذا الستيتور اللي هو ملفات الستيتور. ستيتور بدهم يتحركوا؟ بيتحركوش. لعاد كيف تصير عليهم الديوز فولتج؟ لأن الفلكس اللي بيأثر عليهم شو ماله؟ بتحرك. شو حكينا احنا؟ VBL بهمنيش كم مين بتحرك ومين ثابت، بهمني انه في واحد منهم على الأقل بتحرك أو relative speed بيناتهم. تمام؟ فهذا بالنسبة لنا synchronous. وهذا شو هو؟ DC. مبدأ الـ DC معنا مرات يدخلكم بعض زي ما حنكمل شرح هذا. In the case of alternator, the latter approach is used. Rotor and armature coils are the two main parts of an alternator. هذا الستيتور اللي احنا حكينا عنه. هذا الستيتور. بفركش اندكشن ولا سينكس. وين الفرق؟ الروتر. الروتر شو بذكركم؟ بالاقطاب تاعت مين؟ الدي سي ماشين. ايش هذول؟ مسمار وسلك، مسمار وسلك، وصلناهم، بضل نطلع سلكين ونوديهم على البطارية. تمام؟ هذول كيف غديناهم؟ مرة نورث ساوث، مرة ساوث نورث، فصار عندنا نورث ساوث نورث ساوث، واحدة بوجهة. صعبة؟ فكمان مرة عشان تميز بين الستيتور، سوري، بين السنكرونس والاندكشن. ما تطلعش على الستيتور، ولا وين تطلع؟ على الروتر. الروتر دي سي معناته شو؟ سينكرونس. الروتر اي سي سواء سكورل كيج ولا ملفات وونت
شو بنسمي؟ اندكشن يا وان دروتل يا سبرل كيج. أما هذا شو مباشرة؟ في جي سي سي بتاعنا بس في تفصيل آخر بنحكي عنه اللي المحاضرة الجاية. Rotor produces a rotating magnetic flux. Armature coils are stationary. من وين صار هذا يدور الفلكس؟ شو اللي دور الفلكس؟ في هنا برايم موفر، في محطة توليد هنا جزء منها هدفه يحرك الشافت، تمام؟ And rotating magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coil. This kind of rotor shown here is known as salient pole rotor. شو حكى؟ أو مكتوب salient. شو معنات salient؟ عشان ما ننساهاش. في حديد مشهور عنه عيونه كانوا جاحظي. شو كان اسمه؟ الجاحظ. تخيلوا. هذا كان عيونه salient. شو يعني؟ بارزين. الأقطاب بالنسبة لنا يا إما salient يا إما non salient. عشان ما يكونوا الأقطاب بارزين بده يكون هذا one rotor sorry round rotor أو cylindrical rotor. تخيل معي سلندر، سلندر زي هيك، وإحنا هنا في أسلاك 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 بس كلها cylindrical. هتلاحظ إنه الأقطاب بارزة ولا هو سلندر. السلندر بالنسبة لنا بنسميه non salient، واللي مش سلندر شو بنسميه؟ salient. ماشي؟ شو معنى salient؟ بارز. انساك من الجاهة. We're gaining better insight of its working. Let's consider a rotor with just 4 volts. شو حكى؟ 4 volts. شو عرفكم من 4 volts؟ هو أكيد هاي نورث. شو حيكون هون؟ ساوث. شو حيكون هون؟ ساوث. في حدا مش عارف كيف بتخلي هذا نورث او هذا ساوث؟ تعرفوا ولا بتعرفوا؟ مش بنلفهم نورث ساوث؟ نورث ساوث صح؟ فبالنسبة لنا مين تفاعله مع الستيتر؟ هذا من الطرف اللي هون نورث ومن الطرف اللي هون ساوث، مين بيهمنا؟ تفاعله مع الستيتر رح يكون هون نورث، هون بالعكس وهون بالعكس وهون بالعكس. طب كيف هذا نورث ساوث وهذا ساوث نورث؟ واحد لف لنا زي هيك واحد لف لنا زي هيك. المرة المليون AC ولا DC rotor؟ حكى كلمة excited. ليش كلمة excited جابها هون؟ لأنه إحنا بنحكي عن فيلد. حتى 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 بالAC بالترانسفورمر بالإندكشن مش كان في هنا excitation branch؟ بدون هذا excitation branch ما فيش energy conversion. energy conversion مين المسؤول عنه؟ الflux. فعشان هيك إحنا بنحكي excitation. ماشي؟ Magnetic field produced around it would be as shown. The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it at the same speed. معقول يعني بده يلف الروتر ب 50 RPM وهذول البولز بدهم يلفوا بسبيد غير ال 50 RPM؟ غصب عني كلهم بدهم يدوروا بايش؟ Such revolving magnetic flux now intersects armature coils, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating EMF across the winding. Here is a slowed down version of rotor stator interaction. For this four pole system, when the rotor turns half revolution, induced EMF takes one complete cycle. EMF اللي هون alternating ولا مش alternating؟ عشان هيك شو اسمه؟ alternator. تمام؟ شو هو اللي حطه؟ هاي الملفات ملفات الستيتر ملفات الستيتر بس اخذ one loop. هاي ال one loop حيصير لها induced voltage. لما تكون عند النورث مش زي عند الساوث حترجع عند النورث كمان مرة. فكل 90 درجة ميكانيكال حيقابلها الكتريكالي كم؟ 180 درجة لأنه هذا ايش ماله؟ 4 فولت. فيعني لو اللحظة هاي لو انتقل هذا لهون شو بتكون احنا رسمنا؟
سايكل كم؟ نص سايكل، هاف سايكل. بس إذا انتقلنا من البيك تاعت النورث للبيك تاعت الساوث، فيفترض إنه أنا أرسمها كيف؟ زي هيك. هاي الفترة اللي إحنا بنحكي عنها. صح؟ ولا لا؟ إذا انتقل البول اللي هون والبول اللي هون، يعني من هاي اللحظة هذا البول نفس جنب الكوندكتر. لما يجي النكس بول بنكون إحنا رسمنا من هاي لهاي. واضحة ولا لا؟ لأن كثير عدتها. قولي. مش واضحة؟ لو بنحكي عن هذا الكوندكتر، هذا الكوندكتر اللي هون جنب مين؟ جنب النورث. شو حيكون هذا اللي هون؟ غصب عننا الساوث. فبما انه جنب النورث احنا بنحكي عن مين؟ اقصى انديوس فولتج عليه فرضا، موجب فرضا. اذا هذا موجب يكون هذا سالب. فانت قاعد تحكي عن اني لحظه؟ تحكي عن اللحظه هذه، صح؟ طيب لما هذا تحرك لهون هذا بيجي مكانه، صح؟ فعانى او تاثر بالبيك تاع السالف. وين البيك تاع السالف؟ الماكسيمم نيجاتيف فولتج. فاحنا انتقلنا من هاي النقطه لهاي النقطه. بالميكانيك مشينا 90 درجه. الكتريكالي انتقلنا من بيك للنكست بيك او البيك تاعت الهاف سايكل، نكست هاف سايكل، صح؟ فانتقلنا كم هاي الزاويه؟ كم هاي الديستانس؟ 180. هاي 180 درجه. بس ميكانيكالي كم مشينا؟ 90 درجه. بابا انا شرحته بدي اسم مره، صح؟ هاي 120 اف على بي، بس كتبها اف تساوي شو معناتها؟ اذا بدك 50 هرتز خلي السبيد هاي السينكرون سبيد تاعت ال 50 هرتز. مثلا احنا بنحكي عن 4 فولز، كم لازم احرك الشافت سرعه البراين هوفر حتى احصل 50 هرتز؟ 150 150 50 50 واحد. جمعت 3000 ولا جمعت 3600؟ شو 3000 وشو 3600؟ داكن التيبل؟ تعال اقسم على 2 تاكينو؟ فاحنا 3000 شو بعدي؟ 1500. فاذا حركناه ب 1500 وهو 4 فولتس كم حتكون الفريكونسي؟ 50 هرتز. طب انا غلطت وحركته بكم؟ 1800، شو حيصير فيه؟ حيعطيني كم؟ 60 هرتز. مش هاي السينكرون سبيد حافظينها احنا؟ فحركه انت بالسبيد اللي تعطيك الفريكونسي اللي بدك اياها. وضحت ولا ما وضحتش؟ اكيد؟ It is clear yet that frequency electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. Before producing three-phase AC current, two more such armature coils, which are in 120-degree phase difference with the first, is put in the stator winding. Generally, three-phase coils are star-connected, and three-phase electricity is drawn from the other end. It is clear from this equation that in order to produce 60 hertz electricity, a four-pole rotor should run at following RPM. Such huge RPM will induce a tremendous centrifugal force on poles of the rotor, and it may fail mechanically over time. ايش قاعد بحكي؟ انت صح 1800 تعطيك كم؟ 60 هرتز، بس هاي 1800 شيء كثير واو بالنسبه لجماعه الميكانيك. بدك تدور شيء ب 1800 يعني بدك تعمل له ميكانيكال ستراكشر يتناسب مع هيك سبيد، فبالتالي شو حيكون؟ صعب علينا. علشان نخفف ال 1800 هاي شو لازم نعمل؟ نزيد النمبر اوف بولز. زياده النمبر اوف بولز هذا العلم الكلاسيكي شوي. جماعه الميكانيك برضه تطوروا، مش بس الكهرباء اللي بتطوروا، فصار عندنا ميكانيكال ماتيريالز شو مالها؟ بتتحمل هيك سبيد بدون مشاكل. فانه نشوف جنريتر 2 بولز او 4 بولز ايامي كان شيء واضح مستحيل تقريبا، حاليا ايامكم شيء عادي، ماشي؟ بحكم شو؟ تطور جماعه الميكانيك. جماعه الميكانيك صفر هذا، صح؟ دائما احنا عايشين معه. So salient pole rotors are generally having 10 to 20 poles, which demands lower RPM.
salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower RPM. Pole core is used to effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. Armature winding of three-phase 12-pole system is shown here. A stator core is used to enhance magnetic flux transfer. DC current is supplied to rotor via a pair of slip rings. ليش استخدمنا السلب رينز؟ كيف بدنا نعمل انجكشن لدي سي فولتج لشيء بدور؟ شو محتاجين؟ كم السلب رينز؟ ليش مش ثلاث؟ لانه دي سي حامي بارد صح؟ مزبوط ولا لا؟ متى بنحتاج ثلاث؟ بالثري فيز يعني بالاندكشن. فكمان مره لو جبنا روتر بس فرجناك الرينز اذا كانوا ثلاث اكيد اندكشن، اذا كانوا ثنتين DC current is supplied either from an external source or from a small DC generator, which is fitted on the same prime mover. Such. أنا DC generator إيش انقلب إنه نستخدمه في إكشن إن شاء الله بالباور كنترول بفصلكم أكثر بنوع الإكسايترز اللي عندنا. بس فرضا نمشي أنا وياكم. إيش DC generator؟ سوري الشافت هيك هيك بلف سنة هيك هيك بلف لو جبنا هون أقطاب نورث وساوث اللي دائما ثابتين اللي هم الستيتر فهيصير هون انديوز فولتج شو يعني انديوز فولتج بغذي مين الفيلد تبعت الالترنيتر انتهى الموضوع بس هي شوية بطلنا نستخدم الدي سي جنريتر انقرض من سنوات بس هي الكونسبت هو شو محتاجين اي دي سي سورس يوصل لها المحاضره الجايه ان شاء الله حكمل الفيديو الالترنيترز ار كولد سيلف اكسايتد المقصود سيلف اكسايتد انه مش محتاج اكسترنال سورس من هو مش An automatic voltage regulator helps in achieving this. Fasilitate the other, the camera will be able to show up.